who is admitted to the pediatric ward from the emergency department ED with pneumonia. كنور عمره 4 سنين تم قبوله في قسم جناح الأطفال لأني عنده ذات رئة حبلوه من الإسعاف يعني. This is his fourth hospital admission. هي رابع مرة بينام بالمشفى. The first year of his life he was admitted twice with bronchitis. أول سنة بحياته مرتين نام بالمشفى بقصد التهاب غثبان شعرية حاد. During several days on oxygen and about 6 months ago, he was admitted with pneumonia again, requiring oxygen and interventions, antibiotics, intravenous antibiotics. يعني هو الولد كتير عم نام بالمشافي بشكل عام. بأول سنة شفنا نام برينكولايتس وأخذ كتير أكسجين. وبعدين حوالي 6 شهور مضت انقبل كمان بذات رئة وكان بده أكسجين وسطات وريدية. He's had many courses of oral antibiotics over the past few years from his general practitioner. يعني خلال الفترة الماضية هو صار عنده الحاجة لعدة صدات أو عدة كورسات من صدات فموية خلال السنوات الماضية من خلال الممارس العام الطبيب العام مشان علاج انتانات الصدرية. He also has recurrent abdominal pain and his parents report large offensive stools. يعني هو كان في عنده كمان ألم بطني متكرر والأبوين عم بيقولوا إنه عنده رائحة براز كريهة كتير. وكميات براز كمان كافية. His parents both smoke 20 to 30 cigarettes per day. He's unimmunized because his parents are worried about potential side effects. هو ما ملقح أبداً. أهله بخافوا من اللقاح مشان التأثيرات الجانبية. بتلاقوا بعض اللوبيات أو بعض المجتمعات اللي بترفض اللقاح لأسباب قد تكون يعني اجتماعية أو عقدية أو دينية أو الخوف من التأثيرات الجانبية. التأثيرات الجانبية اسمها side effect اللي هي اسمها AEFI adverse events following immunization. التأثيرات الجانبية غير مرغوبة بعد التلقيح وهي تعريفها أي حدث طبي يحدث بعد التلقيح أو حتى قبله خلال البدء بعملية التلقيح. يعني مثلا الأولاد بالمدرسة كانوا بصفون على الدور مثلا مشان التلقيح فالأولاد بنفس الصف كانوا قاعدين فمثلا 20 واحد قاعدين على المقاعد بروحوا واحد واحد بصفوا بالدور 5 6 مشان ياخدوا التلقيح. فممكن واحد من اللي عم بشوف اللي عم بتلقحوا أنا لسه ما تلقح طفل أو طفلة بعمر الصف الأول مدرسة أو الصف السادس أو التاسع يغمى عليه وتب على الأرض. طب هو ما تلقح قال حتى لو ما تلقح هو بجلسة اللقاح موجود هو عم بشوف كيف اللي عم تلقحه فهو طبع الأرض لنفرض مثلا انجرح أو أذى ركبته أو أذى راسه أو إيده يعني فهذا يعتبر حدث طبي متعلق باللقاح اللي هو صار بسبب نوبة إغماء سينكوبي يعني سينكوبي هذا سينكوبي فصار في عنده تأثير جانبي تالي اللقاح. المهم أهله بدخنوا 20-30 سكرة باليوم وهو ملقح. Examination. He's small, height 9th centile and weight 2nd centile. يعني هو عنده فشل نمو. وزنه قليل وطوله قليل. الطول على 9% والوزن على 2%. Pale looking. يبدو شاحبا. Miserable. يعني تعبان عيف التناكة. وضعه مزري. And very clingy to his mother. كتير متعلق بأمه. He has finger clubbing. عنده تبقرط بالأصابع. His temperature is almost 38.7 degree. Respiratory rate was 40 breaths per minute. Heart rate 140. Oxygen saturation 89. Which mean at almost 95% in face mask oxygen. يعني أكسجته نزلة 89 في هواء الغرفة و95 يعني محط له ماس أكسجين نبضه 140 وتنفسه 40 وحرارته 38.7 يعني بالمجمل عنده تبقرة أصابع حرارته مرتفعة نبضه مرتفع فاست بريدينج يعني هو تاكي كاردييك هو قلبه متسرع نفسه متسرع وحرارته
مرتفعة، وأكسجته نزلة 89 الأشباع بالأكسجين. There is reduced air entry at the left base with bronchial breath sounds in the left mid zone. The chaos crackles are heard in both sides of the chest. يعني دخول الهواء لقاعة الرئة اليمين قليلة، إذا انخفاض دخول الهواء علامة هامة جدا. With the bronchial breath مع أصوات قصبية في منتصف الطرف الأيسر. يوجد خراخر خشنة. Chaos crackles يعني خراخر خشنة مسموعة بالطرفين. Cardiovascular examination is unremarkable. فحص الجهاز القلبي الوعائي بما يتضمنه من النبض في الأطراف الأربعة والإصغاء للقلب بكل البؤر القلبية الأربعة، وأيضا تأمل الصدر وتأمل البطن وتأمل الأطراف. لا يوجد علامات لجراحة قلبية سابقة أو ندبات. His abdomen is mildly distended but non-tender. بطنه منفوخ شوي لكنه ليس ممضا. يا زملاء الصوت واضح مسموع؟ يا حكيم الصوت واضح. الشاشة كمان وصلنا investigations؟ اي تمام الشاشة واضحة. شكرا شكرا دكتورة. هيموغلوبين 10 يعني WCC ال white blood cells يعني أو white cell count 19700، platelets 400 تقريبا، معنا globulin G 10 اللي هو نص ماشي حاله يعني مو مرتفع ولا نازل، معنا globulin A 2.5 تعتبر كمان مقبول، وأيضا معنا globulin M أيضا يعتبر مقبول. chest radiograph C figure 5.1 يعني طلبنا له ليش الأضداد المناعية؟ طلبناها بحثاً عن عوز مناعي عنده إنترنت تنفسية متكررة لأني نام بالمشفى 4 مرات. كرات البيض شايفين مرتفعين 19700 بس مو بحطوط الصيغة شقد. الخضاب 10 يعني نازل شوي. The questions, what does the chest radiograph shows? What's the likely underlying diagnosis? What investigation would you do to confirm the diagnosis? What are the other manifestations of this disease? أي صورة صدره؟ طيب الزملاء الأعزاء ممكن نتشارك بالسؤال الأول، تفضلوا. يا حكيم أنا. تفضلي دكتورة. قراءة صورة الصدر؟ نعم. هلأ نبدأ بقواعد الـ ABCDE. المنصف طبيعي، ساحتين رئويتين، في عنا كثافة على حساب الفصل المتوسط الأيمن، وفي عنا انخماص تقريبا بالفصل السفلي الأيسر. في عنا انصباب بالطرفين بس قليل، انصباب جنب. مشعر القلب طبيعي والأضلاع كمان طبيعي. طيب العظام طبيعية كمان؟ اي حكيم طبيعية. شكرا دكتورة. هلأ الله يعطيك العافية. في شوية تباعد بين الأضلاع. نعم. parallel chest، هل الصدر برميلي شوي؟ هل في احتباس الهواء؟ نعم. شكرا دكتورة. طيب نشوف أيضا. شكرا جزيلا للدكتورة الله يعطيك العافية. دكتورة أو دكتورة زميل آخر ممكن يجاوبنا على السؤال الثاني، شو هو السبب المستبطن اللي ممكن يكون يعني محتمل؟ دكتور بس سؤال، هلا ما أنا متأكد بس كأنه صورة الصدر في علامة السيف التركي. نعم دكتور وين شفته؟ شلون حكيم؟ أقول كأنه في صورة صدر علامة السيف التركي على اليسار. نعم ممكن. شكرا دكتور برافو عليك. ممكن تشرح لنا عليه أكثر؟ علامة السيف التركي بتنازر سميتر، هون بتكون الأوردي في الأجوف السفلي، بتصب الأوردي في الأجوف السفلي بدل
هذا الماء تصب وين؟ بالأجوف العلوي. يعني قصدك الأوردة العلوية الجاية من الدماغ الطرفين العلويين. ها دكتور؟ كيف حكيت؟ قصدك أوردة الطرفين العلويين؟ ايه حكيم. نعم دكتور، شكرا جزيلا. طيب حدا من الزملاء بأيد الدكتور كمان برأيه؟ دكتور برافو عليك، ممتاز. ممكن نشوف الداء الكيس اللي حكيم راحت المشاركة. الجملاء الصوت واضح؟ حكيم هلا واضح الصوت والمشاركة؟ أنا المشاركة حاليا ما وضحت عندي، إذا حدا من الزملاء وضحت عنده يخبرنا. واضحة واضحة. إيه واضحة حكيم واضح. ممتاز ممتاز. إذا بالنسبة للسؤال الأول مثل ما قلتوا دكاترة برافو عليكم، في عنا علامات واضحة للكلابس، وفي عنا علامات كمان واضحة على هذا الشيء بالفص السفلي الأيسر مثل ما قلتوا حضرتكم، وباليمين كمان فص الأوسط الأيمن كمان مثل ما قالت الدكتورة، وفي عنا سبب جنب الطرفين ولكن قليل، ممكن هذا الشيء يمشي مع نمونيا. طيب السؤال الثاني، الدكتور قال انه هذا ممكن يكون الداء اللي في الكيسي، برافو، ممكن يكون الداء اللي في الكيسي، ممكن يكون في تشخيص تفريقي ثاني اللي هو مصطاق حكيم، مصطاق عوز المناعة. شو اسمه دكتور؟ نفاخ رئوي. ممكن نفاخ رئوي، بس لو تشوفوا حضرتكم يعني احنا قلنا فوق انه كان في عنده يعني كمية براز كبيرة ورائحتها كريهة، مزبوط، الأهل قالوا، فهذا ممكن يمشي كمان مع مشاكل تانية اللي هي يعني سوء الامتصاص، صح؟ سوء الامتصاص ممكن يكون إما الداء اللي في الكيسيس في فيبروسيس، أو ممكن يكون كمان شيء تاني له علاقة بالكريات البيضاء، لو كانت الكريات البيضاء مثبطة كتير، لو كانت ليكوبينيا، يعني البيض هون 19700 دلالة على الأنتان، لو كانت البيض رغم الأنتان الشديد الموجود سريريا مثلا 2000 أو 1500 أو 3000 تحت 3000، فبتمشي مع مرض آخر اسمه مين بيحاول إن الاسم يعني طبي ولا هو مرض طبعا مناعي نادر، ممكن يكون في عنا بانسيتوبينيا يعني كل السلسلة الدموية مثبطة تقريبا، وايضا انتان التنفسي متكرره وراحه براز كريهه ودهنيه وخلل باختصاص البنكرياس، يعني خلل بقصدي المفرزات البنكرياسيه. اسمه شواشمان ديامون دكتور. كارتينجر حكيم. اذا شواشمان دايموند هو الاقرب، برافو دكتور، شواشمان دايموند. وايضا كارتاجينر ممكن يكون موجود لكن يكون في عنا يعني افه قلبيه موجوده اكثر، وفي عنا علامات ثانيه مرافقه.
برافو، تفكير صحيح من قبل الزملاء، برافو الزملاء. طب السؤال الثالث، what investigation would you do to confirm the diagnosis؟ شو بتكون استقصاء لتأكدوا هذا الشيء؟ اختبار الكلور حكيم بالعرق. ممتاز، اختبار كل كلور العرق بنعمله لازم يطلع أكثر من 60 كلور العرق، بنعمله بمناسبتين منفصلتين، يعني هلأ مثلا وبعد 3 أيام وبعد أسبوع، بس لازم يكون الطفل ما بياخد بريدلون على أقل تقدير أو كورتيزونات، لأن هي بتعطي إيجابية كاذبة للتحليل. هي بتوجهنا التأكيد بيكون هو بإجراء تحليل وراثي جيني. تحليل وراثي جيني مين بيعرف شو اسمه؟ دكتور الموتيشن F508. ممتاز دكتور، برافو عليك. اللي هو بيكون على CFTR جين، وبيكون هو مؤكد بهالطريقة هاي. ممتاز دكتور. طيب what are the other manifestations of this disease؟ هذا الداء اللي في الكيسي، شو ممكن يكون في عنا تظاهرات تانية؟ تظاهرات الطوابع. ممتاز، غيره؟ بمرحلة حديث الولادة. بوليبات أنفية دكتور. نعم. بوليبات مثلا بالأم. برافو. أو علوس حقي دكتور. ممتاز. قصور بنكرياس كمان. سوء امتصاص للدهون. ممتاز، أحسنتم. والفيتامينات الذوبة في الكلى الأكيدي. برافو. بتظاهر بفشل نوم. أحسنتم. إذا نقرأ اللي حكيته حضرتكم ما شاء الله. Kenna's chest radiograph shows consolidation with some collapse of the left lower lobe and further consolidation in the right middle lobe. There are small bilateral pleural effusions. These features are consistent with the clinical diagnosis of pneumonia. The combination of clubbing and recurrent chest infections is strongly suggestive of cystic fibrosis, CF. This is the commonest cause of clubbing in children in the United Kingdom. Normal immunoglobulins exclude antibiotic deficiencies such as X-linked hypoglobulinemia, which mean hypogammaglobulinemia, شو اسمه؟ لو اسم حدا بيعرف؟ ده X-linked يعني نقص جلوبين جاما جلوبولين الدم المرتبط بالجنس، شو اسمه؟ اسمه داء بروتون. Mal absorption with bulky offensive stools is another common features of CF. واضح صوت زملاء؟ حكي واضح. واضح. شكرا. Cystic fibrosis is an autosomal recessive condition affecting 1 in 2,500 children born in the UK. يعني ده اللي في الكيسي هو عبارة عن حالة وراثية، مرض وراثي متنحي، جسدي متنحي، AR, autosomal recessive, AR. نسبته 1 بال2500. It's the commonest autosomal recessive disorder in the Caucasian population. أيضا هو أشيع اضطراب جسدي مقهور. عفوا جسدي قاهر، اوتوزومال ريسيسيف الجسدي مقهور سوري، عند القوقازيين. Cystic fibrosis is caused by defects in the gene for the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, هو CFTR. This gene encodes for a protein that functions as a chloride channel and is regulated by cyclic AMP. شو يعني cyclic AMP؟ أدينوزين مونوفوسفيت الحلقي. يتم تنظيم وظيفة الحلقة. أدينوزين مونوفوسفيت. أحسنتم. Cystic fibrosis causes dysfunction of multiple organs. يسبب قصور وخلل وظيفة العديد من الأعضاء. Most prominently lung, intestine, pancreas and liver. Clinical phenotypes of cystic fibrosis can be very variable, affecting the age at presentation. Symptoms at the severity of different organs involvement. يعني العلامات والأعراض ممكن بعدين تتهور أكثر وأكثر للأعضاء المصابة. The cystic fibrosis should be considered in any of the situations listed below.
يعني هي الحالات هي التظاهرات السريرية للسيستيك فايبروسيس. بمرحلة حديث الولادة نيونيت نيونيتال ميكانيوم إليوس انتستينال أتريجا هيباتيتس برولونج جوندس. تفضل حكيم. اختبار كلور العرق شلون بيصير هذا الاختبار حكيم؟ بس هيك تشرح لنا عنه أكثر. اختبار كلور العرق بيصير بجهاز خاص اسمه جهاز تحريض الشوارد. هو يتم مسح الجلد وتنظيفه من الشوائب ومن إذا كان متعرق من أول شيء، ثم يوضع الكترودين بينهما مسافة، يعني الكترود الإيجابي والسلبي الزائد والموجب والسالب، وبتحرض بيناتهم تيار كهربائي لطيف بالملي فولت كتير صغير، فبيحرض الغدد العرقية على إفراز العرق. فالغدد العرقية بتصير عرق بهذا المكان، فبيطلع قطيرات العرق أو التعرق يتم جنيها أو يعني جمعها collected، وبتنحط بأنبوب تنفحص على جهاز الكيمياء تبع الكلور العرق وبيطلع النتيجة هيك. هي الطريقة اللي معمول فيها يعني بشكل عام أكاديميا. الطريقة اللي حاليا موجودة عنا بالمنطقة ما في هذا الجهاز، مكلف، راح يجيبوه على أساس ولكن لسه ما أجا، هي أنه بتربط إيد الولد من طرفين بكيس نايلون، وبتعرض مكان دافي مصدر حراري معين، يعني بعد كيس سلوفان، كيس نايلون سلوفان بحيث ما يتأثر بالحرارة، حوالي نص ساعة تقريبا، أقل شوي أكثر شوي، تعرق إيد الولد، بياخذوا منه كلور العرق، بيطلع تركيزه حسب التركيز الموجود عند الطفل. فإذا كان مثلا تحت الأربعين خلاص ما في شيء، غالبا نورمال. إذا كان بين 40 و 60 فهو مشكك، بنعيده بعد أسبوع مثلا. إذا كان أكثر من 60 كمان بنعيده بعد أسبوع مشان نأكد التشخيص، لأن إحنا ما عندنا إمكانية نعمل CFTR التحليل الجيني حاليا. حاليا يتم إرسال العينات، يتم إرسال العينات المشكوك فيها بشدة إلى مخابر وراثية جينية، ويتم جلب النتائج بعد حوالي شهر. تمام دكتور، واضح إن شاء الله الجواب. الله يعطيك العافية حكيم، وصلت. لأنه سمعت قبل مرة أنه كلور العرق، وما فهمت أنه شلون بيجمعوا العرق. نعم، شكرا دكتور، بارك الله. حكيم ممكن سؤال؟ تفضلي دكتورة. هلا ممكن يجينا الطفل بحماض كيتوني؟ أنه أول تظاهر ولا نادر؟ كونه بيأثر على البنكرياس؟ نعم نعم، والله نادر كتير يجي تظاهر حماض كيتوني السكري كأول شيء، ولكن حكيم هل هو يمكن بيسبب قلق استقلاب ناقص الكلور؟ نعم نعم، ولكن هو ممكن يصيب الأطفال السكريين. فسؤال الدكتورة كمان أو الشك اللي حكيته كمان ممتاز، يعني بالعلم ممكن يكون موجود هذا الشيء، أنه يجي عندك طفل أول مرة ما بيعرف أنه عنده سكري أصلا، بس هو عنده سيستيك فايبروسيس، يجي بأعراض حماض كيتوني السكري. طبعا هون الشيء بالشيء يذكر، بعض المراجع بتقول حوالي 20 أو 25 أو حتى 30% من حالات الحماض الكيتوني السكري تأتي إلى الإسعاف على شكل التالي: ألم بطني حكيم هلق بالداء، وحقيقة الأمر لا يكون معروفا قبل ذلك، لا يكون معروفا قبل ذلك أن الطفل لديه الداء السكري أصلا عند الولد، Diabetes mellitus type 1، فبصير صدمة للطفل لأهله حسب راكين. بس الأهل بيكونوا عم بلاحظوا أن الولد صار له شهر شهرين عم بيبول كتير، بيشرب مي كتير، بيتعب بسرعة، عم بينحف بينزل وزنه، فبتكون هي سبحان الله صدمة اجتماعية وصدمة عائلية كبيرة، أنه حالة إسعافية حرجة جدا، بيدخل الولد على العناية المشددة، ممكن يتطور عنده لا سمح الله اضطرابات شريدية واختلاجات، ممكن يتطور عنده وذمة دماغية لا سمح الله، وفوق هيك بعد ما يخلص ويطيب بتقول لنا الأهل والله ممكن عنده سكري. موضوع جدا حسب رأيي يعني حرج وحساس بالنسبة للأهل. أما بالنسبة للدكتور عم بقول إنه ممكن قلق استقلاب ناقص الكلور، فممكن التظاهر يكون بهذا الشكل، وممكن أيضا يتظاهر على شكل حماض كيتوني سكري، ولكن هذا الشيء نادر. تفضل دكتور نسمع سؤالك. حكيم كنت عم بقول لك إنه داء السكري بالداء الكيس الليفة بيكون يعني كاذب، هو كلوي المنشأ في أغلب الحالات، يعني بتكون العتبة الكلوية هي المنخفضة. لا ممكن يكون متظاهر بداء سكري حقيقي، ممكن يتظاهر بداء سكري حقيقي، ممكن تتخرب خلايا أو جزر
لانجرهانس في البنكرياس خلايا بيتا ويتظاهر على هذا الشكل. مشكور حكيم. شكرا دكتور. إذا عند حديث الولادة الولد بيتأخر لإفراغ العقي. إفراغ العقي لازم يتم خلال 24 ساعة. إذا تأخر أكثر بنشك بوجود مشكلة، ممكن سدادة عقي، ممكن عروس بالعقي، ممكن تضيق بالأمعاء، انسداد الأمعاء أو هكذا يعني. ممكن يتظاهر عند الولد أنه تطاول اليرقان بسبب انسدادي أو بسبب الركود الصفراوية أو بسبب التهاب الكبد المرافق الداء الليف الكيسي. عند الأطفال قد يتظاهر على شكل شو ريكتال برولابس، يعني هبوط المستقيم، تدلي المستقيم اللي هو بيكون متكرر دائما، يعني مستقيم الولد مع الولد الغليظة نهايتها بتخرج لبرات الشرج. إذا تكرر مرة مرتين ثلاثة فبروح بتشك إذا عندك فشل مو إنه هذا عنده دالي في كيسي كل تشتغل على القصة. أما مرة واحدة مثلا بإنتال معوي واحد بسيط فما في مشكلة. حالية الهبوط حكيم شلون؟ هذه الهبوط متعلقة باستراتيجيات أو علاقات تشريحية والعلاقات الفيزيولوجية للأربطة الموجودة، إضافة للإنتان المرافق للحالة، فإضافة أيضا للمخاطية الموجودة وآلية إفراز المخاط في المكان. فشل النمو وسوء امتصاص الفيتامينات الذوابة في الدسم اللي هي أكيد أو كدا ADEK. Older children الأطفال الأكبر recurrent chest infections انتهانات تنفسية متكررة difficult أزمة ربو صعب الضبط يعني على البيتا 2 agonist الفنتولين التروفنت الكورتيفنت المونتيلوكاست سنجولير هيك يعني hemoptysis ونيزل بوليبس ديستال انتستينال ابستراكشن سيندروم في عنهم متلازمه انسداد الامعاء البعيده نتيجه السدادات المخاط اللي بتكون موجوده ليفر ديزيز داء الكبدي وديابيتس ميليتس الداء السكري. Diagnosis can be made by the sweet test which will demonstrate elevated sweet sodium which will and chloride concentration and by genetic testing, national neurobone screening using blood spots collected on day 5 of life are now tested for immunoreactive trypsinogen at the same time as testing for phenylketonuria, medium chain acyl coenzyme A dehydrogenase deficiency, MCAD, Maple syrup disease, urine MSOD, isovaleric acidemia, glutaric aciduria type 1, homocysteineuria, congenital hypothyroidism, and sickle cell disease. الاختبار المسرعي عند حديثي الولادة هو بيتم باليوم الخامس من حياة الولد، بياخدوا كم نقطة دم من أخمص القدم من الكعب القدم وبيعملوا عليها التحاليل. فبالنسبة للداء الليف الكيسي عند حديث الولادة ما بنعمل كلور العرق وما بنعمل الاختبار الجيني. عند حديث الولادة له نمط خاص، بس هذا الولد عمره 4 سنين مشان هيك عملنا اختبار كلور عرق اختبار جيني الوراثي. حديث الولادة هذا سؤال هام بواسطة التحري immunoreactive trypsinogen هو هذا اللي عند حديث الولادة متخصص. إذا كان إيجابي خلاص بتروح للخطوات اللي بعدها بالتشخيص. هو اختبار مسحي لكل الأطفال اللي فيه شيء واللي ما فيه شيء. أي ولد بنولد بيعمر يوم خامس بنعمل له التحاليل، وأيضا بنعمل له تحري الفينال كيتونيوريا والمكاد. المكاد اللي هو اضطراب أو خلل في عمل الحموض الداسمة اللي هي متوسطة السلسلة عوز الأسايل كوإنزيم AD هيدروجينيز. هذا طبعا المكاد MCADD هو شائع في يعني الدول الأوروبية وشمال أوروبا. كيف بيتظاهر؟ بيعمر الولد مثلا بعد 6 شهور للسنة تقريبا، عمر 8 شهور 10 شهور. بيجي الطفل بعد ما يرشح رشح بسيط مثلا أو يصير في عنده إنفلونزا أو يصير في عنده إنتان تنفسي علوي بسيط، فالولد بيكون تريجر بيحرض هذا عوز هذا الإنزيم. فشو بيصير؟ هذا الإنزيم هام جدا لإيش؟ لاستتباب سكر الدم. فبيصير عند الولد اضطراب بالدسم اللي هي أكبر مصدر للطاقة، فبيصير عنده
خلل بالسكر بصير هايبوغلايسيميا، بينزل سكر ولد وبيجي على الإسعاف، هو مرشح بيجي على شكل اختلاج، بتعمل سكر الدم، بيطلع سكر الدم لو منخفض جدا هايبوغلايسيميا، فبتبلش تشتغل بالخطوات اللي بعدها وهكذا يعني. أما بيلة شراب القيقب، تفضل. ممكن تعيد الفكرة؟ نعم، فكرة المكاد هو مرض شائع في الدول الأوروبية وشمال أوروبا، عندنا غير موجود تقريبا، ممكن موجود بنسبة كتير كتير ضئيلة ولم يكتشف، يعني عندنا الإمكانية لكشفه جينيا. سريريا الولد يصاب أول تظاهر له بشكل عام، بشكل عام الكمان يعني، بين عمر السنة مثلا عمر 6 شهور للسنة، الولد بيرشح رشح بسيط إنفلونزا كوريزا يعني زكام وقريب مثلا إنفلونزا أنت تنفسي علوي بسيط، فبيتحرض العوز الموجود، هو عوز موجود ولكن كان ممكن مسيطر عليه بطريقة معينة بعض الأنظمات الاستقلابية، لكن بهذا العمر يبلش الولد يفقد السيطرة إنزيميا، فبيتحرض بالإنتان التنفسي العلوي عوز الإنزيم. الإنزيم ضروري جدا لاستتباب السكر والدسم، الدسم أكبر مصدر الطاقة تتحرض أو تتحرر منه السكريات لتزويد سكر الدم للحفاظ على استتبابه ضمن المنحنى الطبيعي. عدم وجود هذا الإنزيم أو عوزه يعني يؤدي إلى اضطراب في استقلاب الدسم واضطراب في تحلل السكر، اضطراب في الحصول على السكر، فبصير عند الولد نقص بالسكر هايبوغلايسيميا، نقص سكر الدم، نقص سكر الدم، فبيجي الولد على الإسعاف شلون؟ أنه كان مرشح صار له أسبوع يومين ثلاثة واختلج، فأنت عم تتقصى الاختلاج تفكر أنه اختلاج حروري، بيقولك دكتور ما في حرارة، وممكن يكون في حرارة لإنتان تنفس يعني، تعمل سكر الدم بتلاقيه نازل كتير، فسكر الدم منخفض عند ولد كان عنده رشح يومين ثلاثة وفي عنده مثلا ممكن قصة عائلية لهذا وراثي، فبتشك بيه المكاد، بتبلش تعمل التحليل والاستقصاء الوراثي لتأكد التشخيص. كتير خطير، ليش؟ كتير خطير لأني ممكن يؤدي لوفاة الولد إذا أنت ما كشفت نقص سكر الدم. هلأ بالنسبة لأمور الكيتون، هون أنت لازم تتحرى الكيتون في البول، كيتون تفضل دكتور. هذا المرض المكاد هو نفسه بيلة شراب القيقب؟ لا لا دكتور، بيلة شراب القيقب رح نحكي عنه هلأ بعد شوي، مختلف تماما عنه. هلأ هي بشكل عام يعني كنبذة عن المرض، وهي الفكرة الهامة اللي لازم تعرفوها بمرحلة السنة اللي انتو فيها، ممكن نتبحر إذا حبيتوا بعدين عن هاي الأمراض، هي نادرة جدا عنا غير موجودة تقريبا يعني، على الأقل التظاهر السريري نادر ووراثيا لم نتقصها لأني ما عنا الإمكانيات الوراثية. ميبل سيرب يورين ديزيز، بيلة أو داء بيلة شراب القيقب اللي هو مثل يعني قصب السكر، هذا بنكتشفه إيمت؟ نكتشفه عن طفل حديث الولادة، الولد يكون عمره 10 أيام 15 يوم، بيجي على شكل اختلاجات وليثارجي، وصل له 4-5 أيام ضعف رضاعة شديد، والولد خمول وعنده إقياءات، إقياءات خمول، الولد تعبان رخو يجع بيختلج، وله ريحة خاصة من جلده بيتعرق من جلده، وأيضا بنفس الوقت بوله ريحة البول، ريحة البول مثل ريحة قصب السكر، فالفينال كيتون يوريا مثل ريحة بول الفأر، فهي كيف نعرف كيف ريحة بول الفأر؟ يكون في فيران بالبيت، وإذا جينا محل الجحر تبع الفيران ممكن نشم الريحة يعني لنعرف شو هي الريحة. ميبل سيرب ديزيز ومرض استقلابي خطير على مستوى وراثي، على مستوى استقلاب الحموض الأمينية، غالبا يكتشف في الأسبوعين ثلاثة الأوائل من حياة الولد، ممكن قبل، ممكن أول 5 أيام كمان نكتشفه، فلذلك لازم نتقصى هذا المرض. إيزوفاليريك أسيديميا، حماض الإيزوفاليريك، إيزوفاليريك هو حمض أساسي من الحموض الأمينية الأساسية، يكون في حماض بهذا بهذا الحمض بيسوي حماض عضوي اسمه حماض أورجانيك أسيديميا، الحماض العضوي، وهو خطير، يتظاهر بارتفاع اللاكتيت والنيكروسز والأذية الكبدية واضطرابات سكر الدم والاختلاجات المعندة. جلوتاريك أسيد يوريا تايب 1، بالنسبة
كلوتاريك أسيد يوريا تايب 1 قد يكون لا عرضي عند مرحلة حديث الولادة، ولكنه قد يتظاهر في عمر 6 شهور للسنة، وسطيا بعمر 8 شهور، على شكل كبر محيط الجمجمة، كبر الرأس، الخمول، الرخاوة، تأخر التطور الروحي الحركي، تأخر المشي، الاختلاجات المعندة. يتم استقصاء الحالة ودراستها وصولا إلى الرنين المغناطيسي الذي يتم إجراؤه للدماغ، فتظهر علامة الخفاش على مستوى الرنين المغناطيسي للدماغ التي قد تكون واسمة أو يعني موجهة بشكل كبير لجلوتاريك أسيديوريا الذي يتم تحريكه فيما بعد وراثيا وجينيا. العلاج هو إعطاء الفيتامين سي وإعطاء كذلك بعض المشتقات التي لها علاقة بالكرياتين. هوموسيستينيوريا، بيلة الهوموسيستين اللي هي ممكن تتظاهر على شكل فشل نمو واضطرابات وأذيات كلوية، وأيضا انتانات بولية متكررة وانتانات تنفسية قد تكون متكررة، وأيضا ممكن تؤدي إلى اضطرابات خلل في الخثار، يحدث خثار وقد يؤدي ذلك إلى أذيات في الأوعية الإكليلية ونكروسز، وقد تؤدي إلى أكيد كورني سيندروم بمعنى آخر أو مشابه عند الأطفال. أما قصور الدرق الخلقي وداخلية المنجرية فهو معروف للجميع إن شاء الله. فهي كلها أمراض نتقصاها بخامس يوم، حتى لو ولد عنده شيء أو ما عنده شيء كله بده، هذا اسمه تاندم سبيكترم سكرينينج، يعني المسح الشامل لكل الأطفال حديثي الولادة لتقصي الأمراض التي قد تتأخر في التظاهر. This is now leading to the identification of cases before the onset of clinical disease. مثل ما قلت لكم مشان نعرف المرض أو المتظاهر السريري. Once a child is diagnosed with cystic fibrosis, he or she will need multidisciplinary team management under the supervision of a pediatric respiratory consultant. يعني طالما يتم تشخيص الولد بالدالي في الكيسي، فريق متعدد التخصصات، متعدد الطبقات لتدبير هذه الحالة بإشراف مباشر من استشاري الأمراض التنفسية عند الأطفال. في سؤال حد هون زملاء؟ الصوت مسموع والشاشة واضحة؟ حكي مسموع. هلا تريبسينوجين. نعم. أي دكتورة؟ مسموع دكتورة. أميونو رياكتف تريبسينوجين. هل هو مشخص عند حدث الولادة؟ نحن ذكرنا دكتورة ليس مشخص. لا دكتورة، نحن ذكرنا أثناء السرد إذا كنت موجودة حضرتك، ليس مشخصا، وإنما بنمسك رأس الخيط ونقول هذا احتمال يكون عنده الداء اللي في الكيسي، ننتقل إلى مرحلة التحليل الوراثي لتحري CFTR، تأكيد تشخيص وراثي. يعني هو دائما تحليل وراثي. تمام. شكرا دكتورة، ممتاز، سؤال ممتاز جدا، شكرا. Optimal care will aim to maintaining lung function by treating respiratory infections and removing mucus from the airway with physiotherapy and mucolytics. تمام زملاء، العلاج الرئوي بشكل أساسي تدبير الانتانات التنفسية، إزالة المخاط من الطرق الهوائية، العلاج الفيزيائي وحالات المخاط. And to maintain adequate growth and nutrition with pancreatic enzymes and nutritional supplements. يعني بنعطي المتممات الغذائية والمتممات والأنزيمات البنكرياسية، لأنه عنده نقص بإفراز بنكرياس. نحاول نزيد وزنه وطوله، شفته هو كان وزنه قليل وطوله قليل. جين ثيرابيز، العلاج الجيني الوراثي for cystic fibrosis have been developed but they still being evaluated in clinical trials. العلاج الجيني اللي هو انه نحن ممكن نعدل المورث اللي فيه خلل، يتم اجراؤه على مستوى الدراسات البحثية research، ولم يطبق بشكل population للجميع. الشغلات اللي لازم نهتم فيها cystic fibrosis:
should be considered in children with recurrent chest infections or malabsorption. يجب أن تأخذه بعين الحسبان إذا ولد عنده أنتان تنفسي متكرر أو عنده سوء امتصاص. شفنا الزملاء ركزنا على الجهاز الهضمي، ريحة براز كريهة جدا أو إسهالات غزيرة غير مسيطر عليها مع أنتان تنفسي متكررة، شكينا بالداء اللي في الكيسي، شكينا بالعوز المناعي، عملنا الجلوبولات المناعية طلعوا طبيعية، ضلينا عن الداء اللي في الكيسي، ضل عنا الداء شوشمان دايموند، إذا طلع سي إف سلبي بنروح على الداء دايموند شواخمان أو شوشمان. بعض مراجع بتقول شواخ يعني شواخ ما في مشكلة، لكن هذاك لازم يكون غالبا في عندك ايش نقص بالكرات البيضاء، ليكوبينيا او بانسيتوبينيا. سيستيك فايبروسيس is the commonest cause of finger clubbing in children. سألت سؤال شو أشياء السبب لتبقرة الأصابع عند الأطفال؟ هو الداء اللي في الكيسي. تمام زملاء، في سؤال لحد الآن زملاء؟ دكتور بس في هلق انه تشخيص الداء اللي في الكيسه قبل الولاده انه عن طريق خزعه عن نعم. طريق الخزعه للذغابات او سائل امينو. احسنت دكتور. ايمت انا بشك في الداء اللي في الكيسه قبل الولاده او ايمت نعم يستطاب؟ اذا في عندك قصه عائليه بوزيتيف فاميلي هيستوري اور اني فاميلي ممبر has this disease، يعني مثلا اخوه الولد اللي قبله عنده سيستيك فايبروسيس الاهل بيعانوا، فبالاسبوع 16 الحملي بياخذوا خزعه من الذغابات الكريونيه او من السائل الامينوسي، بياخذوا كميه وبيحللوها سي اف تي ار، يعني هو اوتوزومال ريسيسيف، او مثلا اقارب الام اقارب الاب احد يعني في موجود سيستيك فايبروسيس، فبينعمل عشان يتاكد التشخيص. تمام حكيم، الله يجزيك الخير. اللهم أمين. طيب زملاء بنكمل إن شاء الله الحالة اللي بعدها اللي هي الحالة السادسة، لكن بعد ما ناخد استراحة 10 دقائق. تمام زملاء، ما عندكم شيء بعد هلا صح؟ لا حكيم. طيب ناخد استراحة ونرجع بعد شوي. يلا
السلام عليكم، مرحبا زملاء. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. زملاء، الشاشة واضحة بالنسبة للمشاركة؟ نعم واضحة. إيه حكيم. طيب زملاء، على بركة الله نبدأ، جاهزين؟ توكل على الله. توكلنا على الله. K6, a wheezy teenager. History: Bradley is a 13-year-old boy who is seen in the emergency department at the request of the general practitioner out of our service. 13 سنة عمره برادلي، اجى على الإسعاف وطلب الطبيب العام خارج أوقات الدوام. مع أنه هو الإسعاف لازم دائما فيه طبيب، بس أنه خارج أوقات خدمة بشكل عام الجيبي. He is non-asthmatic and this is his third attendance with the acute wheeze in 3 months. هو ربوي معروف، وهي ثالث مرة تجي هجمة من وزيز حاد بثلاث شهور. His mother reports that last time he was nearly transferred to the pediatric intensive care unit PICO, he has developed a cold and become actually breathless and using his salbutamol inhaler hourly without much relief. أمه عم بتقول إنه المرة الماضية تم قبوله في وحدة العناية المشددة بالأطفال، وكان في عنده قريب وبعدين دهور وضعه وصار قطع بالنفس وما عاد يتحسن على إرزاز الفنتولين أو السالبوتامول. The accompanying letter says he is prescribed a paclometazone metered dose inhaler MDI 100 microgram metered inhalation 2 puffs PD. يعني إنه هذا الولد معه مكتوب بالوصفة أو بالسيستم تبع متابعته أخذ بخاخ البيكلوميتازون ذو التحرر المديد 100 ميكروغرام مرتين باليوم بشكل أساسي. أما بالنسبة لسلميترول، سلميترول MDI أخذ 50 ميكروغرام بخة واحدة، and سلبوتامول 100 ميكروغرام BRN يعني عند اللزوم. هو علاجه المختصر صار عم ياخذ بخاخات البيكلوميتازون مرتين باليوم، سلميترول مرتين باليوم. طبعا هلا في كتير دراسات بتقول انه السلميترول او فرميترول لازم يكون مشترك مع البيكلوميتازون، ما بصير يكون لوحده، وايضا اخذ بخاخ السالبو او الفنتولين عند اللزوم. اما بخاخ السلميترول هو 50 ميكروغرام مره بخه باليوم بيردي يعني. لكن حقيقة بالفحص examination Bradley is sitting up in bed with a nebulizer in a progress continuing 5 mg salbutamol. بياخد انت جيت تشوفه كان قاعد بتخته وبخاخ او الجهاز الارزاز محطوط 5 ملغرام salbutamol. His oxygen saturation on 15 liter of oxygen on arrival is documented 89%. يعني اخذ اكسجين على الاخير، رفع الاكسجين تقريبا 15 لتر بدي اياه على الفيس ماسك، على الاكسجين محطوط على الماسك على قناع الوجه، ومع هيك اكسجته 89. He's quiet but is able to answer question with short sentences. هو هادي وبيحسن يجاوب على الاسئله بجمل وعبارات قصيره، يعني نفسه مقطوع. His chest is hyperinflated increased interbestial diameter. صدره منفوخ كتير، زيادة القطر الأمامي الخلفي للصدر. And he's using his accessory muscles of aspiration. يعني عبطحه بالهد. العضلات التنفسية المساعدة يستخدمها برادلي للتنفس. His respiratory rate is 60. عمره 13 سنة 60 لحديث الولادة كتير متسرع. فعمره يعني 13 سنة معته كتير متسرع نفسه. هذا الولد اسمه تاكيبنيك يعني متسرع التنفس. Fast breathing, SOB, short of breathing. He's marked tracheal tug with intercostal and subcostal recession. يعني هو عنده سحب فوق القص وتحت الأضلاع وبين الأضلاع.
On auscultation, there is equal but poor air entry with widespread expiratory wheeze. عنده وزيز معمم تقريبا. الوزيز هو الصوت التنفسي الزفيري مع ضعف واضح في دخول الهواء لكل الرئتين. من هو متناظر صدره. Temperature 37.6 37.6 degree. His pulse 180 beats per minute with good perfusion. التروية جيدة. زمن عملية الشعري يبدو جيد. بس نبدو 180. 180 كتير متسرع. هو tachycardic. Tachycardic. Tachypneic. الأسئلة. What's the most likely underlying cause for Bradley acute episode? ليش تدهور الولد وصار ما هو السبب المستبطن لنوبة برادلي الفادة؟ What signs would you look for of impending respiratory failure? ما هي الأعراض التي تبحث عنها لتحري قصور التنفس الوشيك؟ Impending respiratory failure, احفظوا هذا المصطلح. Impending respiratory failure, القصور التنفسي الوشيك. يعني الولد على وشك خلاص قصور تنفسي. اللي هو استطباب عناية. Outline your management plan for this acute episode. اكتب وضع خطتك لتدبير هذه الهجمة الحادة. What should happen before Bradley is discharged? ماذا يجب أن يحدث أو شو بدك تعمل قبل ما تخرجوا على البيت بالسلامة إذا مشي حاله؟ تفضلوا زملاء الأجوبة عندكم. دكتور بالنسبة للسؤال الأول سبب هجمة الربو هو الإنتان التنفسي أو نزلة البرد يعني حرضت عنده هجمة الربو يعني حق. نعم نعم حكي ممكن عدم الالتزام بالدواء أيضا ممكن أحسنتم بس هو كان محطوط على دواء نعم أحسنتم دكتور أيضا باقي الزملاء يشاركونا رأيهم دكتور ممكن عدم الالتزام بالعلاج أو بالجرعات ممكن نعم دكتور هلا الشيء على سبب هو الانتان التنفسي لانه تتحرض نوبه الربو او نزله البرد وموجود يعني نعم. انه الولد صار عنده نزله برد فغالبا هي اللي حرضت النوبه شكرا دكتور طيب شو هي الشغلات اللي لازم تطلعوا عليها لتحري القصور التنفسي الوشيك impending respiratory failure زرقه حكيم الموجودات كانت عندنا عدم القدره على التحدث او ما بيحسن يكمل بيحكي جمل ممتاز وكانت عندنا الاكسجينيز لي رغم انه احنا عاطين اكسجين على حكيم سريريا عم يستخدم عضلات مساعده للتنفس يعني موجود في القصه كذلك الامر نعم وايضا طبعا الحاله ممكن استنى بالصدر الصامت نعم. صدر الصامت دخول نعم. الهواء there is poor air entry with the white separate expiratory wheeze صح نعم أيضا ضربات القلب حكيم ضربات القلب ما في عدم انتظام نعم نعم أيضا طيب السؤال اللي بعده ما هي خطة العلاج هاي الحالة الشائعة بتجي على إسعاف كتير لازم تكون أنت familiar with يعني كتير بتعرف يعني هالشغلة معدي عليك كتير مشان ما تتلبك وما يفقد المريض يعني خلينا نقول كتير من فرص النجاة والعلاج والشفاء الباكر مشان ما تزيد الموربيديتي والمورتاليتي ممكن يتوفى الطفل إذا ما حسن تعالجه كويس شو هي الخطة؟ تفضلوا نعم شابه حكيم بعد التقييم المبدأ وأخذ القصة يعني أول نعم. شغلة أكسجين للحفاظ على الأكسجين فوق 92 أول شغلة بعدين سابة نعم بعدين كورتيزون جهازي يعني نعم طيب ممتاز في شغلات تانية ممكن نعطيها والإبراتروبيون نعم طيب شكرا للزملاء برافو عليكم جميعا The answers Bradley has another acute exacerbation of asthma the most likely underlying cause is poor adherence to home treatment إذا عم بقولوا the most likely السبب الأرجح مثل ما قالوا الزملاء جميعا والزميلات أنه هو ما عم بيلتزم بأدوية البيت This is common in all age groups but particularly in teenagers with their growing independence
independence and risk-taking behavior. لأني عمره 13 سنة بداية مرحلة المراهقة كما يقال، فهو خلص بدي ياخد شوره من راسه وما بقى يرد على المامي والبابي، ومطب صار حاله شايف حاله كبير، وهو ليش بده هالبخاخ وما بده يلتزم بالدواء، وهو طيبان وما بده شيء، هو ما التزم بالعلاج. طبعا سبب انتان تنفسي العلوي كمان شائع جدا جدا. شكرا دكتور يان. Sign of impending respiratory failure، ما هي علامات الانتان التنفسي او عفوا القصور التنفسي الوشيك؟ Exhausting او exhaustion، this is a clinical impression، التعب الانهاك. Unable to speak or complete sentences، عدم المقدرة على الحديث أو إكمال الجمل مثل ما قلت. Color cyanosis plus minus pallor، زائد ناقص الشحوب نتيجة القصور التنفسي أو حدوثي أو قبل حدوثي. Hypoxia despite high flow humidified oxygen، نقص الأكسجة بالرغم من الأكسجين المرطب مرتفع الجريان، يعني كتير عم تعطي أكسجين رطب بس هو على ما يمشي الحال. Restlessness and agitation are signs of hypoxia especially in small children، عدم الراحة، القلق، الهياج. الولد هيج يعني بشيل الماسك يمين يسار، ما عارفان شو بده، ما بيركز بالنظرات، هي علامة هامة حتى عند الأطفال الصغار. Silent chest، صدر الصامت مثل ما قالت الدكتورة. So little air and try that no wheeze is audible، ممكن انت ما تسمع وزيز تقول والله ما في شيء، لا هذا ما بدخل هواء عبموت يعني. tachycardia مثل ما انا تاكي بنك، تسرع القلب احسنتم. drowsiness عبدوخ الولد عبدور يعني دوخه. البيك فلو اللي هو بيك اكسبيراتوري فلو ريت بيف ار persistently less than 30% of predictable or predicted of for high، يعني البيك فلو أقل من 30% من المتوقع بالنسبة للطول، بنزله على جدول الطول هذا طبعا. Or personal best أو أحسن تجربة شخصية للطفل سابقا. Children less than 7 years cannot perform peak flow reliably and technique in sick children is often poor، تحت السبع سنين ما فين الولد يعمل peak flow كويس، ولا خد نفس كتير وعمل فوق أقصى استطاعتك، ما فينه يتجاوب معك منيح، صعب. حتى المرضى بالعناية كمان صعب. Acute management goals are to correct hypoxia, reverse airway obstruction and prevent progressions. Reassurance and calm are crucial because he will be frightened. Give high flow oxygen via mask and monitor saturations. Start regular inhaled beta agonist salbutamol. Nebulizer. Beta agonist can be given continuously. If so, cardiac monitoring is needed. Side effects including irritability, tremor, tachycardia, hypokalemia. Inhaled ibuprofen bromide can be added. Give oral prednisolone or intravenous hydrocortisone. Frequent clinical review is paramount. Blood gases, capillary or venous, and chest X-ray may be needed or required. If there are no improvement or Bradley's condition deteriorates, additional treatment is needed. This include IV salbutamol, IV magnesium sulfate, smooth muscle relaxant, and also IV aminophylline. Although the effectiveness of the latter two is still controversial, his precipitating cold is almost certainly viral and antibiotics are unlikely to be beneficial. إذا الزملاء الخطة العلاجية هي نحن بناخدها بالإسعاف كل يوم من طبقة 5 إلى 10 مرات. بيجي الولد تعطيه أكسجين كمية كبيرة، تحط له ترفع الأكسجين على الأخير، تعمل له إرزاز سالبوتامول، ممكن تعمله كل 20 دقيقة، ممكن تعمله بشكل مستمر إرزاز سالبوتامول مستمر على مدار الساعة. فإذا عملته على مدار الساعة ممكن يسوي تأثيرات جانبية مثل تسرع القلب أكثر، مثل الهياج والرجفان، وممكن يصير نقص بالبوتاسيوم لأن السالبوتامول بنقص البوتاسيوم. أيضا تعطي إرزاز إبراتروبيوم برومايد. بالنسبة لإبراتروبيوم برومايد اللي هو الأتروفنت، سابقا كان ما ينعطى بالهجم الحادة، ولكن كنا نستخدمه، الآن في دراسات تدعم استخدامه بالهجم الحادة. البريدنيسولون ممكن تعطيه فموي أو وريدي، إذا الولد تعبان وعيف التنك ممكن يتقيأ، لا أعطيه وريدي هيدروكورتيزون.
تعمل غازات دم إما وريدية أو شعرية مشان تشوف الحماضة التنفسية، تعمل صورة صدر مشان تستبعد بعض الشغلات إذا كانت في ذات رئة يعني بالباك جراوند أو في مشاكل أو ريح صدرية. ما مشي الحال ممكن تعطيه سالبوتامول وريدي وممكن تعطيه مغنيسيوم سلفات وريدي. مغنيسيوم سلفات وريدي نحن كنا بنطبقه 5-10 مرات، آمن وفعال، جرعة 25-50 ميلي جرام على الكيلو، بيعالج تشنج القصبات بشكل كتير حلو، هو فعال وجيد. ممكن تعطي بعدين أمينوفلين، أمينوفلين ما عاد موجود بالعنايات المشددة قليل كتير. فمشان هيك بيقول لك أنه مغنيسيوم سلفات وأمينوفلين هو موضع خلاف وجدل بين الأطباء. لكن بيضل عنا هنا، هل تعطي صدات حيوية أو ما تعطي؟ إذا كان الولد توكسيك مظهر انسمامي وحرارة شديدة لا تستنى، أعطيه جرعة واحدة سيفتريكسون أو سيفوتاكسيم، بتعالج السبسز الموجود، جرعة كويسة ممكن تعطيه 70 على الكيلو أو حتى 100 على الكيلو بحالات الشديد الانسمامية. أما ما عنده حرارة وعنده قصة رشح وقريبة ما قال الدكتور فما في داعي للصدات الحيوية. لكن بشكل عام لما ندخل الولد على العناية المشددة أغلب الدراسات بتقول أنه ممكن نعطيه جرعة وحيدة سيفتريكسون، يعني هي تعتبر هامة جدا كبداية البدء إذا دخول العناية المشددة ريثما تصدر النتائج. لكن إذا كان ما في حرارة أموره واضحة ما في داعي تعطيه. قبل التخريج شو لازم تعمل؟ قبل التخريج before discharge a thorough review of Bradley asthma is needed. لازم إيش؟ تعمل يعني مراجعة دقيقة للربو الموجود عنده، ليش ما بتحسن؟ How often does he miss his regular drugs؟ كم مرة ما بياخذ الدواء؟ Is there parental supervision؟ أهله عبر أبوه، أهله معه، بيقولوا خذ الدواء لا تاخذ الدواء، صار الوقت، صارت الساعة 9، صارت الساعة 8 إلى آخره، صار وقت الجرعة الفلانية، صار وقت البخة الفلانية، ما في هيك شيء. What device does he use؟ شو بياخذ يعني spacer؟ بياخد بالكاسة مثلاً، بينفخ مثلاً شلون، يعني بياخد نفس شلون. Children rarely use MDI effectively and need a spacer. Spacer اللي هو عبارة عن مثل وعاء له مدخل وله مخرج. مدخل أساسي بالبعيد عن الطفل بحط فيه البخاخ، والمدخل بيكون عن طريق الفم، ببخ الولد من بعيد يعني بقلب السبيسر، والولد بيستنشق البخار الموجود في السبيسر وبيمشي الحال. هذا طبعا اكثر فعاليه من الكاسه. However he is unlikely to use one because there are cumbersome and not cool. يعني هو ما بيستخدم هذا الشيء لاني هو معند وبيعاند اهله، ما بيستخدم الشغلات هذول. Agree an alternative breathe activated device with a proviso that if acutely wheezing or wheezy he must use a spacer. هلا هو ممكن يعني مثلا بعض الشغلات اللي نوافق عليها، ممكن شلون بعض الشيء المتوفر عنا، نحن بنجيب الكاسة الكرتون مثلا وبنعمل لها يعني ثقب من وراء مناسب لمخرج البخاخ السالبو او الفنتولين او الالبيترول، وبنحط الكاسة على انف الولد وتمه وبنبخبختين وبنعيف الكاسة شارد 20-30 ثانية، خذ نفس بياخذ نفس يكون اخذ الكمية. طبعا هون الكاسة حجمها غير مناسب بصراحة، وما راح يكون توزع مناسب والتصاق الجزيئات بالكرتون وكذا، لكن هذا الشيء المتوفر حاليا. الافضل ياخذ سبيسر. Consider changing to combined steroid long acting beta agonist inhaler. This should improve adherence. ممكن احنا نعطيه علاج اخر اللي هو البيتا اجونست يعني لونج تيرم اللابا مع كورتيزون، اللي هو بخبخه واحده باليوم كافي. يعني هو ممكن يبخبخه وبعدين ما بيسال خلص يروح يلعب، بعد عمره 13 سنه يروح يلعب، يمارس هواياته، يروح مع رفقاته، يعني بتبلش تبلور شخصيته. فهو ما راح يقعد بالبيت واهله بجوز ما فاضيله يبخ والله كل شوي يبخ لك بختين ثلاثه وكذا، ممكن ما يكون ايش متجاوب. Ask about smoking Bradley's and his family. عمره 13 سنه بجوز عم يدخن، هو عم يروح مع رفقاته، بيطلع من المدرسه بدخن، هذا الشيء موجود. عم شوف كتير أطفال عمره 12-13-14 سنة دخنوا كنار 3-4 سيكارات نص باكيت. Adults should be encouraged to stop smoking or to smoke outside. لازم أهل ما يدخنوا بالبيت أو يدخنوا برا البيت. Educate about allergen avoidance. لازم تنصحهم وتعلمهم أنه يتجنب المؤرجات، مثل مثلا
daily vacuuming to reduce house dust mites. يعني ماكينة الكهرباء اللي بتشفط الغبرة هاي مو انه كل نهار يستخدموها، واذا استخدموها لازم الولد ما يدخل على الغرفة الا بعد 8 ساعات. اذا ما بتكنس البيت تنظف البيت 8 ساعات الولد ما بصير يفوت على الغرفة، او الافضل لما يكون بالمدرسة ما يكون بالبيت. consider measuring total amount globulin E IgE ممكن تقيسه مشان نشوف اذا في حساسية معينة لمؤرجات خاصة اللي هذا اسمه راست specific allergen IgE سابقا كان اسمه راست. If the history suggests allergies العائلة عندها حساسية، إذا الأم عندها ربو، الأب عنده ربو، الأخوة عنده ربو، عنده حساسية، حساسية على الجهد، سؤال معنت، سؤال مزمن. All asthmatics should have a written home management plan. بتكتب هذا الشيء على ورقة وتسلمه للأهل. Provide an asthma symptom diary and arrange hospital follow-up until control improves. لازم هذا الولد تعطي له خطة مكتوبة وتعطي له موعد للرجعة وتقول له شو ممكن يصير معه إذا صارت تدور شغلات بيجي فورا، علامات العودة الفورية وعلامات العودة العادية، يعني إنه بعد أسبوع تعمل مراجعة روتينية على العيادة، أو إذا صار معك مثل هدول الشغلات علامات القصور التنفسي الوشيك ترجع فورا على المشفى. Most children can and should be managed in primary care. معظم الأطفال بتعالجوا بالمستوصف. Primary care and hospital based asthma specialist nurses are very helpful. العلاج البديل الأساسي كتير كويس، وممكن الطبيب اختصاصي بالربو أو بالصدرية أو الأطفال ممكن يكون يساعد بهذا الموضوع. Key points: the common cause of an acute deterioration in chronic asthma is poor adherence to treatment. أشيع سبب لتدهور الربو وحدوث هجمات من الربو المزمن هو عدم التزام العلاج. هم أو هم management should be reviewed during an acute admission. التدبير في المنزل يجب أن يتم يعني مراجعته خلال القبول الحاد، يعني ليش يكسر معه ما عم ياخذ دواء. وأيضا حالة الفماط كيتون السكري، حالة السكري المرتفع 500 و600، كمان هو حسب الله كيف بيصيب الأعمار، يعني من 7 إلى 10 12 13 سنة أول ما نكتشفه دايابيتس ميلس تايب 1، ما الولد ما بده يضل ياخذ انسولين، فخلص بيهمل جرعة أو بيكبها بالفاوية أو كذا وبينزل بيرتفع سكر. وهي فعلا يعني مرحلة صعبة جدا اجتماعيا ونفسيا وتطوريا وسيكولوجيا، لازم الرعاية عند الأهل يعني. والعلم بيحاول يكتشف شغلات أنه خلص ياخذ مرة في اليوم لما في الصبح وما ياخذ شيء تاني. والأهل كمان وكل المجتمعات بتحب أنه ما يتاخذ الدواء والله بانتظام صبح ومساء. دكتور ممكن ناخده بس مره باليوم، والله خلاص مره باليوم كويس. فمشان هيك مثلا تلاقي مرضى كتير بيحبوا الازيترومايسين، الدكتور اعطينا ازيترو خلاص اخذ يعني المعلقه الصبح او 2 ملي الصبح خلاص هذا بكفي 24 ساعه، بعد ما يخلص 3 ايام بضل بجسم اسبوع خلاص، ما بدهم ياخذوا مثلا اوغمانتين 3 مرات باليوم مثلا يعني، او ياخذوا مثلا بيقول لك اعطينا تحاميل ديكلون تحميلها بتكفي مثلا 16 ساعة ل 24 ساعة، لا تعطينا مثلا سيتامول ممكن مثلا 3 ساعات بده بده يسخن الولد، بدنا نضل نعطيه وكذا ويختلج. وهذا الشيء من يعني الطبيعه البشريه بيحب انه الاسهل يستسهل، خلاص هيك لازم نعمل. وبتلاقي بعض العائلات لا ولكنها قليله بتحب لا انه كل 6 ساعات دكتور نعطيه الدواء ونتابع وضعه ونرجع نجيبه لعندك بكره وبعد بكره والبعد وكن هذا تشوفه دكتور. وهذا الشيء قليل بصراحه، لان الشيء الموجود فيه مجتمعيا هو الارجح انه ما بدهم يعملوا زيارات متكررة للطبيب، ما بدهم يعطوا وقت كتير كبير للمرض. في سؤال زملاء؟ صوت مسموع؟ يا حكيم الصوت مسموع؟ نعم. طيب زملاء الشرح واضح؟ بتحبوا نتابع الحالة 7؟ حكيم بس بالنسبة لموضوع الـ BEF هذا شلون بنستخدمه؟ نعم هذا الـ BEF هو دكتور في اسمه جهاز فحص الوظائف التنفسية Pulmonary Function Test. بيجي الولد وفي أنبوب موصول بالجهاز، الجهاز صغير يعني مثل جهاز تخطيط القلب صغير. فبيجي الولد بياخد شهيق عميق وبعدين بيعطي زفير كتير شديد أقصى ما يستطيع،
هي طريقة. الطريقة الثانية بيكون في جهاز صغير كتير، يعني تقريبا أصغر من التليفون، بينفخ فيه الولد فبيطلع قديه البكفلو، قديه يعني قديه حجم الهواء اللي طلع، فبنقيسه قبل وبعد. فأنت مثلا لنفرض أنه هلا مثلا نسبة طلع الرقم مثلا هو 20 مثلا، فحتى نقول أنه هو حسن. نعم، أقول أنه 20 ممكن يكون الولد غايب عن الوعي إذا أقل من 30 يعني. نعم، يكون نعم. CO2 أكثر من 45 عنده حماض. بالضبط دكتور، نحن عم نفترض كرقم للأعمار اللي هي مثلا من 7 إلى 10 سنوات حسب الجهاز وحسب الواحد المقاسي. فليس المقصود أنه هو 30 ورقم أو كذا، هو مقصود بالمية. فأنت إذا ما صار تحسن أكثر من 30% percentile، الرقم هو مختلف بين الشركات. في أرقام بتحط رقم 5 1 2 3 4، أرقام بتحط 100 200 300، فرقم هو مختلف، لكن إحنا كنسبة هي تقريبا ثابتة. فلنفرض مثلا هو 20، فشاد لازم يتحسن حتى يحقق 30% من ال 20 مثلا. فهو مثلا لازم يكون شاد 30% من 20، 30 3 من 10 و3 من 10 يعني لازم يرتفع 6 مثلا، فلازم يصير أقل شيء 26 مثلا، حسب الواحدة وحسب الجهاز وحسب يعني بيختلف بين الوحدات الأمريكية ووحدات الألمانية ووحدات البريطانية إلى آخره، لكن المتبع طبعا بيختلف بين كل واحد وواحد. فالتحسن أكثر من 30% هو بيدلك أنه هذا الولد تحسن بعد الإرزاز، أو ما تحسن، تحسن ما تحسن. فتحسن بعد السالبونيب، بعد البخار يعني بعد الإرزاز، فهو دليل أنه قصبته كانت متشنجة كتير وعنده وزيز كتير وعنده احتباس بالهواء. وبعد ما عطيته إرزاز ربع ساعة نفخ مرة ثانية وصار تحسن كتير كبير، فدليل أنه تحسن على السالبو هو أحد مؤشرات تعريف الربو. تمام زملاء؟ في سؤال لحد الآن؟ إذا ممكن سؤال؟ تفضل دكتور. أيمتى نحن نستخدم الأدرينالين وأيمتى نستخدم السالبو؟ نعم دكتور. هلا الأدرينالين الإبنفرين هو المقصود بالاستخدام، هو الإبنفرين استخدامه الأساسي بيكون محصور بكروب، بالتهاب الحنجرة والرغامة والقصبات لما بيكون صوت الصرير سترايدور. لكن إذا كان في عندك هجمة ربو وما تحسن على كل العلاجات السابقة والولد بالعناية المشددة، ممكن تعطي أدرينالين عضلي، ممكن تعطي كمان إرزاز. الإرزاز الأدرينالين اللي هو نحن شيء يعني معدل، عم ناخذ أمبولة الأدرينالين والمادة مثلا 5 ملي سيروم ملحي، ونعطيه إرزاز 2 ملي 2 ملي، أو ممكن الأمبولة نفسها مددها 3 ملي بصيروا 4 ملي، نعمله الإرزاز فرد مرة. هذا الإرزاز ممكن نستخدمه يعني مع السالبوتامول بالممارسة السريرية. ممكن تستخدمه أنت مع السالبوتامول، يعني مثلا يجوا الأهل يقول لك دكتور بالبيت عملنا جلسة سالبوتامول وما تحسن الولد، فالأهل عاملينها. فأنت عندك بالمشفى بتستفيد من ناحيتين، أول شيء الإرزاز عندك بالمشفى بيكون بالأكسجين، أما الإرزاز بالبيت بيكون بالهواء، الهواء 21% أكسجين. أنت عندك بالمشفى الإرزاز 100% أكسجين، الأكسجين هو دواء، هنا هو دواء، يقوم الأكسجين هنا بعمل موسع قصبي ومضاد الالتهاب، فبتلاقي الولد عندك بالمشفى بيتحسن أكثر. اثنين، ممكن تبدأ أنت مباشرة إرزاز إبينفرين اللي هو الأدرينالين مباشرة من وصول الطفل، إذا كانوا الأهل عاملين إرزاز فينتولين أو سالبوتامول في المنزل. طبعاً هو يعني يحتفظ به لحالات الإنتان التنفسي اللي يكون كروب، ويحتفظ به الحالات الصعبة. أدرينالين إرزاز على البيت ما بنعطي، لأنه ممكن يعمل تأثيرات أو اختلاطات جانبية، ممكن ينعطى بالحقن بالعضل، ممكن يصير أي مشاكل تانية اختلاطات بغض النظر عنها أو بغنى أنت عن هالمشاكل بالبيت، وغير مصرح أنه أنت تعطيه للبيت إرزاز أدرينالين. الأفضل تعطيه بالمشفى أو عندك بوحدة العلاج. بصير نحط اثنين سوا حكيم، السالب والأدرينالين نفس الإرداد يعني؟ نعم. واحد. سؤال ممتاز. الأفضل ما نحطهم مع بعض، الأفضل بالنسبة للأطفال ما نحطهم مع بعض.
الافضل السالبوتامول ما ينحط مع غير سيروم ملحي، اما سيروم ملحي نظامي او سيروم ملحي مرتفع التوتر، اما تركيزه 2.3% او 3%. ايضا الاتروفنت الابراتروبين بروميد والفنتولين لا ينصح بوضعها مع بعض تحت 12 سنه. تحت 12 سنه لا تخلط الاتروفنت مع الفنتولين، ولا يفضل خلط الفنتولين مع الابراترو ومع مع الادرينالين، كل واحد لحال لا تخلطوا الافضل. حاليا هي التوصيات المعمول بها. طبعا نحن هون عم ناخذ شيء شائع كثير ومناسب للجو الفصل نحن فيه، فلازم نستغل اي سؤال عند حضرتكم شفتوه انتم خلال زيارتكم للمشافي او الثاج او اي شيء شفتوه حدا من قرايبكم استشاركم، نحاول نسال كل الاسئله بتجول بخاطركم حتى نستفيد جميعا. ممكن زميل مثلا بحاجه لتذكير، ممكن انا بحاجه لتذكير لشيء معين نحكي فيه عشان نستفيد. حكيم، في عندنا معلومه ما بعرف صحيحه ولا، انه الادرينالين بنعطى تحت 6 شهور لانه حاصل يعني مستقبلات بتا بالرئتين ما بتكون ناضجه بهالعمر، فمشان هيك بنستخدمه بالاعمار الصغيره، اما السالبو بعد هيك الاعمار. هاي معلومه صحيحه ولا؟ نعم، شكرا دكتور، برافو عليك، سؤال ممتاز. الفنتولين كان سابقا يعطى بعد عمر 6 شهور، لكن اذا جينا للحقيقه بالنسبه لل تحت 6 شهور ما في ربو، في التهاب قصيبات شعريه. فالعلم بيقول مثل ما اخذنا نحن بالدرس الماضي، لا مكان للارزازات ابدا في التهاب قصيبات شعريه من ناحيه اكاديميه، يعني لا الادرينالين ولا السالبوتامول ولا الابراتروبيوم ولا الكورتيزون ولا ارزاز ما يملح ولا شيء. لكن على ارض الواقع عم بيتم اجراء هي الارزازات. في سؤال دكتوره؟ طيب حكيم، ايه بس على ارض الواقع بيعطوا ارزازات؟ على ارض الواقع حتى هن بدول غربيه بيعطوا هي الارزازات، بس ما في الا دراسات تثبتها يعني. طيب نرجع لسؤال الدكتور، اعطاء الادرينالين كارزاز قبل 6 شهور جيد وبعد 6 شهور جيد. الفنتولين الان في دراسات طلعت بالنسبة له ممكن نستخدم الفنتولين من اليوم الأول للولادة، خاصة في التي تي ان الزلة التنفسية العابرة عند الوليد، هو علاج جيد ويساعد في التخلص من الأعراض التنفسية عند الطفل حديث الولادة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود مستقبلات. المستقبلات موجودة بيتا 2 أجونست، موجودة ريسبترز ولكن كميتها أقل. كما تعلمون جميعا الجهاز التنفسي يستمر في النمو عند الإنسان حتى عمر 18 سنة أو حتى عمر 21 سنة، يستمر تطور حوصلات وأسناخ وقصيبات انتهائية، قصيبات تنفسية وأسناخ تستمر بالتطور، تطورها وزيادة عددها وزيادة حجمها يعني زيادة عدد المستقبلات، فطبيعي يزيد عدد المستقبلات. لكن هل يوجد مستقبلات أم لا يوجد؟ يوجد مستقبلات، لكن العلماء اختلفوا، قالوا المستقبلات عددها كافي للشفاء أو غير كافي للشفاء. كثير حالات أنت بيجي ولد عمره شهرين ثلاثة بتعطي إرزاز فنتولين تحسن فعلا، بتحسن الوزيز وبتحسن صدره وبتخف المفرزات وممكن يتقيأ بلغم ويتقشع بلغم يعني يسعل حتى يرجع البلغم، وممكن يبلع البلغم ويسهله، في تحسن. وبالتالي لا ضيرة من استخدام الفنتولين تحت عمر 6 شهور لعلاج هذه الحالات. تمام دكتور، سؤال جواب واضح ان شاء الله؟ ايه تمام. كمان زملاء اذا حدا عنده سؤال. دكتور، بالنسبه لمشاركه السالبوتامول مع السيترو اذا في قشريه، هذا الشيء صحيح علميا؟ ممكن قصدك نعطي استرويدات قشرية إرزاز يعني ولا جهازي؟ إيه دكتور، يعني نحن شفنا بالمشافي عم يعطوا أنه سالبو وإرزاز استرويدات قشرية، يعني هاي الساعة مثلا نعطي سالبو بعد ساعتين نعطي استرويد. نعم، حالات الربو، حالات الربو الاسترويدات قشرية كورتيفنت يعني أو بوتزونايد أو فلوتيكازون تعطى على شكل بخاخ مثلا او على شكل ارزاز. الكورتيفنت في منه عيار ربع ونص واحد، الافضل نعطي ارزاز الصبح ارزاز المساء او بولميكورت، وبيناتهم ممكن نعطي الفنتولين، ما في اي مشكله من مشاركتهم، خاصه الحالات الربويه اللي هي ليست خفيفه اكثر من خفيفه يعني متوسطه او هيك شيء يعني. ما في اي مشكله من اعطائهم. واذا كان الطفل استقر فينا بعدين طبعا ما نعطيه لفتره طويله، اسبوعين
نعطيه بس عند النوم يبخبخ قبل ما ينام او يعمل ارزاز بالكورت ايفنت. تمام، في مشكله من المشاركه. حكيم، متى يستطب اعطاء الاوميليزوماب؟ الاوميليزوماب انت فينك تعطيه للحالات المعنده كثير عندها مشكله بالاي جي اي، تعمل معاير الاي جي اي، فاذا كان اكثر من 200 واحيانا اكثر من 2000 فممكن تعطيه بهالحاله هي. اما الاطفال اللي عندهم التهاب قصيبات شعريه، فاذا كان قصدك على المونوكلونال بشكل عام، فالخدج اخذناه بالدرس الماضي، الرابيميكسيماب ممكن نعطيه كل شهر حقنيه عضليه كجلوبين مناعي مونوكلونال، ولكن عم نشوف حتى وقت عم ينعطى احيانا ما بيعطي يعني الفائده تبعيته، وعم يصاب الولد بالار اس في. لكن هي الجرعات غاليه كثير، متوفره طبعا. هلا حق الابره تقريبا حوالي 3000 تركي، 3000 تركي بتنعطى للولد كل اسبوعين او كل شهر للوقايه من المظاهر التحسسيه، خاصه اذا كان عنده سكين راش، ارتكاريا، تحسس شديد متراكم مع الرمل. متوفر طبعا، متوفر في الصيدليات في المنطقه، بامكانكم توصوا عليه، لكنه بيحتاج الى اختصاصي حتى يوصفه، يعني حتى يراقب الحاله بشكل عام. بس ممكن سؤال ثاني لو سمحت. دكتور صوتك مو واضح. تيرويد الجهازي. ايوه. صحيح يعني غلط انه نعطيه بشكل متقطع مثلا بس اثناء النوبه، انه مو لفتره اسبوع او اسبوعين، انه مثلا اثناء النوبه نعطيه الجرعه وخلص هجعه النوبه وخلص وقفنا، بيصير هذا شيء؟ الصحيح حسب طب الاطفال اعطاء الثيرويد الجهازي وريديا او فمويا عند الهجمه، وعندما تزول الهجمه ويعود الطفل الى طبيعته ويكون مستقر ومستجيب للعلاج على الارزازات للسالبوتامول، لا داعي لاستخدام الكورتيزون الاسبوع اسبوعين. الدكتور لما سالت على الكورتيزون الانشاقي، كورتيزون انشاقي ممكن تعطيه اسبوعين، البخار يعني او البخاخ. تمام دكتور. تمام دكتور، في سؤال كمان زملاء. حكيم، هلا بالتهاب القصيدات الشعري، انه الخط الاساسي بالعلاج هو الاماهه، اوقات بيعطوا السالبوتامول الوقت بنسمع وزيز، انه بيكون عندنا اهدي للربو، صح الحكي؟ انه اذا تحسن عليه بيكمله، واذا ما تحسن عليه بيوقفه. ممكن هذا الشيء وارد، لاني هو ليس من الخطوط الاساسيه لعلاج التهاب القصيدات الشعريه. اذا في قصه ربويه في العائله، بس هو ولد صغير عمره 4 شهور 6 شهور، فما عنده يعني أهبة كتير، ولكن بعض الأطفال خاصة الذكور اللي عمرهم هالفترة هاي وبيستفيدوا عليه، ممكن يكون هو من عوامل الخطر لتطوير الربو لاحقا. شكرا، برافو دكتورة، صح. بتحبوا نتابع الحالة السابعة ولا بتحبوا نوقف هون؟ إذا في مجال تابع حكي. منتابع. Jones is a two-year-old boy brought to the pediatric emergency department by his mother due to difficulty breathing and wheeze. Jones developed a cold and cough the previous afternoon, became increasingly wheezy overnight, and is now struggling to breathe. Jones, عمره سنتين. اجى على اسعاف الاطفال، امه جابته، عنده صعوبه بالتنفس ووزيز، صار في عنده رشح، نزلت انفلونزا غالبا او نزلت رينو فيروس بعد الظهر، وصار تعب كثير بالليل، صار صدره يصفر، وصار يعني بصعوبه ياخذ نفس. Johans has been wheezy once before.
كان هو من قبل عنده وزيز. A year ago, he developed wheezing with an upper respiratory tract infection. قبل سنة تطور عنده وزيز بسبب مثل ما قال الدكتور إنتان تنفسي علمي. And attended his general practitioner. He was prescribed salbutamol inhaler with a spacer and also which he used for 2 days, but he's not used in since. أو إتسيلز. رأى الطبيب العام وصف له سالبوتامول بخاخ مع سبيسر. كان عم بستخدمه يومين. بس صار له فترة ما عم بستخدمه. He has no other triggers for wheezing and no personal history of atopy. هو ما عنده يعني شغلات بتحرض الوزيز وما عنده أهبية للحساسية أو التأتب. There is no family history of asthma. لا يوجد قصة عائلية للأزمة أو الحساسية أو الأكزيما أو حمى القش أو المحسسات. Eczema, high fever, hay fever allergies. Examination. Johans is sitting up, watching TV. His oxygen saturation are 94% in ear. His respiratory rate 50. Moderate subcostal and intercostal distensions. بيرك عم بفرج على التلفزيون اكسجته 94 بهواء الغرفة معدل النفس 50 عنده سحب متوسط الشدة تحت الأضلاع وبين الأضلاع. His temperature 37.2. His pulse 140. Good perfusion. نبضه 140 حرارته 37.8 ما في حرارة نبضه شوي متسرع. Auscultation of Johans chest reveals bilateral expiratory wheeze with prolonged expiration. Prolonged expiration تطاول زمن الزفير مع وزيز ثنائي الجانب. What's Johans diagnosis? Outline your management plan for this acute episode. Does Johans need to start prophylactic therapy after discharge? شو تشخيص جوهانس؟ عمره سنتين صح؟ Preschool children with wheeze can be divided into two groups. تفضل دكتور. حكيم هلق بالنسبة للقصة أول شغلي بستبعد الربو لأنه ما عنده أي معيار من معايير يعني ما عنده معايير بتحقق لتشخيص الربو. ما عنده قصة عائلية ما عنده قصة تحسس. ما عنده ما صار عنده يعني وزيز بدون سبب بدون نزلة برد. تاني شغلي إنه عنده وزيز ثنائي الجانب. الوزيز ثنائي الجانب إما التهاب قصبات شعري أو ربو يعني غالبا هدول احتمالين فغالبا ممكن التهاب قصبات شعري إذا ما تحققت عنده معايير الربو. تمام شكرا دكتور برافو عليك مقاربة كتير حلوة شكرا أشكرك جزيل الشكر. في مرحلة قبل المدرسة الوزيز ممكن نقسمه لمجموعتين الـ EVW والـ MTW. عندنا الـ Episodic Viral Induced Wheeze اللي هي EVW Episodic Viral Induced Wheeze يعني وزيز محدث بالفيروسات مثل ما قال الدكتور. And Multiple Trigger Wheeze اللي هو MTW الوزيز المحدث بالمؤرجات المتعددة. Johans has EVW يعني اللي هو Episodic Viral Wheezing يعني محدث بالفيروسات. هي لازم نميزها عن الربو مثل ما قال الدكتور برافو دكتور. He has only wheezed with an upper respiratory tract infection and has no interval symptoms. يعني هو إيمت بصير عنده وزيز بصدره وصفير بس لما بصير عنده انتان تنفسي فيروسي بس بين الانتانات ما عنده شيء. Wheezing when there is no viral infection يعني هو ما في شيء انتان تنفسي معناته ما في وزيز عنده. And no other atopic features ما عنده مثل ما قال الدكتور أي معايير للمظاهر التأتبية الأخرى. Although the acute management is similar على الرغم من أن العلاج في المرحلة الحادة متشابه ولكن الـ episodic viral induced wheeze الـ e-viral wheeze يعني هذا viral wheezing كيف يختصروا إذا بتكون viral wheezing EVW should be distinguished from MTV يجب أن يتم تفريقه عن multiple trigger wheezing عن الـ MTW الوزيز لعوامل أخرى. Multiple trigger wheezing is wheezing associated with allergens other than just viruses.
يعني هو هذا بيتربك مع مؤرجات أخرى مثل إيش؟ ريحة الطبخ، ريحة المآلي، ريحة الدخان، أرجيلة، الغبرة، المطر، الروائح، العطورات، هيك يعني. وجود مثلا العث المنزلي، رائحة مثلا روث الحيوانات، اللعب مثلا مع الكلاب، القطط، هيك. Including animal dunas, molds, grass pollen, أيضا غبار الطلع and dust mites والعث المنزلي and also with exercise وأيضا مع التمارين. ولد ما فيه شيء بيجي عم بيلعب بصير صدره يخرخر يوزوز ويصفر. Although children with MTW are more likely to progress to formal diagnosis of asthma, symptoms in many will have resolved before they start school. على الرغم من أن معظم الأطفال الذين لديهم وزيز محرض بالمؤرجات غير الفيروسية قد يطورون علامات الربو، لكن هذا الوزيز غالبا ما يزول قبل البدء بالمدرسة. حتى بعض المراحل بتقول هذا اسمه وزيز الست سنين وتحت، تحت ست سنين. في مرجع بريطاني آخر اسمه الفوب بيقول تحت الست سنين. The acute management of EVW episodic viral wheezing includes high flow oxygen via face mask. كيف بتعالجوا هذا الوزيز الفيروسي؟ تعطيه أكسجين 15 لتر بالدقيقة بالماسك. If oxygen saturation are less than 92% in air or there is marked respiratory distress, هذا الشيء إما تعطيه، تعطيه إذا كانت الأكسجين أقل من 92 أو الولد عنده شدة تنفسية. Start an inhaler beta agonist salbutamol via spacer or via nebulizer if requiring supplemental oxygen. إذن الخطة العلاجية بتعطيه أكسجين مرتفع 15 لتر بالدقيقة، ممكن 10-15 لتر بالدقيقة، بعدين تعطي سالبوتامول بالسبيسر أو بالبخار بالإرزاز. والخطة الثالثة تعطي أتروفين. Inhaled ibratropium bromide can be added. إذن بسيط، أكسجين، فينتولين، أتروفين بس. Recent evidence suggests that oral corticosteroids are usually of no benefit in children with episodic viral wheezing. هون منجاوب على سؤال الزملاء اللي قالوا دكتور الكورتيزون قالوا شغلة اللي ما له شغلة. إذا كان الوزيز ناجم عن سبب فيروسي مثل الرشح والقريب، الكورتيزون الفموي ما له شغلة إلا إذا الولد انقبل بالمشفى. إذن had no benefit in children with episodic viral wheezing who don't require admission to hospital and meant and sorry even those with less severe disease who do require hospital admission. ما في قبول بالمشفى، ما بده ينام بالجو، خلاص ما في داعي الكورتيزون. If there is no improvement or deterioration with inhaled treatments, further management is the same as for asthmatic children. إذا ما تحسن على الأكسجين والأتروفنت والفينتولين ما مشي حاله الدهور، هون بتعامله كطفل ربوي، هجمة ربوية، بتعطيه كورتيزونات فموية. هون بتقول oral corticosteroids are more likely to be beneficial in children with multi-organ أو multi-beneficiary أو multi-triggered wheezing. Multi اللي هن مسؤول عنهم multi-agents يعني. Even if not requiring hospital admission. حتى لو أنه لم يحتاج إلى علاج في المشفى. إذن هون نستخلص من هذه العبارة الجملة أنه علاج هجمة الوزيز الناجمة عن إنتان تنفسي غالبا علوي، أكسجين، فينتولين، سالبوتامول اللي هو سالبوتامول، أكسجين، فينتولين، سالبوتامول يعني، وأتروفين، ثلاثة بس. ما في داعي الكورتيزون الفموي أو عضلي أو جهازي. إذا ما تحسن أو تدهور هو عندك بالإسعاف، تعطيه كورتيزونات ممكن فموية أو عضلية أو وريدية، وبتعامله كهجمة ربو حادة، وبتعتبره MTW إنه وزيز محرض بغير الفيروسات. ولكن هذا الشيء بيّن عندك يعني انه بولد كان مرشح كان مقرب وبعدين صار صدره يخرخر يوزوز، خلاص ما في داعي لغير هيك. Preschool children with episodic viral wheezing don't usually need regular prophylactic therapy. قبل سن المدرسه اطفال بيخر صدرهم بيوزوز صدرهم صفر صدرهم ما في داعي للوقايه. However in those children with particularly frequent or severe EVW a trial period usually about 6 weeks of inhaled steroid or an oral leukotriene receptor antagonist monolocast may be considered but stopped if there is no clear evidence of benefit. يعني عم بيقولوا
أنه ممكن نعمل تجربة سريرية لفترة 6 أسابيع بس عند بعض هدول الأطفال، نعطيهم مانتيلوكاست أو كورتيزونات إنشاقية، لأن هدول العلاجين هن خيارات ضمن أعمدة علاج الحالات الربوية. بس ما في تحسن خلاص بنوقفهم، هذا موته في الربوي. Those children with MTW الذين يوزوزوا صدرهم بدون الفيروسات are more likely to respond to prophylactic therapy. هدول مثلا اللي بيتحرض بالجهد، بيتحرض بالروائح العطل المنزلي، الروائح الكريهة، الغبار، هدول غالبا بيستفيدوا على العلاج الوقائي للربو. But should still undertake a trial period of therapy with a clear review at the end if it assesses its impact. لكن من نرجع الرقبهم كمان حوالي 6 أسابيع استفادوا لما استفادوا. إذا ما استفادوا ما في داعي للعلاج الوقائي، ما في داعي تضل تعطي الولد أدوية على الفاضي. If there is no benefit or the symptoms have spontaneously resolved, the therapy should be discontinued. معناته مثل ما قلنا ما في داعي تكمل العلاج إذا ما في فايدة. Before every discharge، قبل كل تخريج، spacer technique should be checked. لازم تقولون كيف بتعملوا أنتوا البخار، كيف بتعملوا أنتوا سحب من spacer، تشوف بعينك. And the absolute need to avoid cigarette smoke emphasized. يجب أن تؤكد على تجنب التدخين في المنزل. At discharge, Johan's parents should be given a written advice. تعطي خطة مكتوبة للأبوين. A plan advising that they should start treatment with inhaled salbutamol at the first sign of an upper respiratory infection. أول ما بصير عند الولد بداية الرشح والقريب ما يستنوا، مباشرة لازم يعطوه إما بخرة من السالبوتامول أو إرزاز سالبوتامول. The plan should include details of those and frequency because this is something parents often forget. الخطة تعطيهم مثل منبه بتقول لهم إن أنتم بجوز تنسوا، لازم نعطي هالعلاج هذا بالوقت هذا، لازم تحطوا تكتبوا على منبه التليفون، منبه الكذا بالبيت، انه لازم تعطوا هذا العلاج. اذا ما اعطيته بالدهور بجي على اسعاف على المشفى مره ثانيه، بدخل على العنايه اذا ما تعالج. It's usually 10 puffs of salbutamol every 4 hours. If Johans is still symptomatic on this regime, he should be assessed urgently by his GPED. يعني انت خلال اول ما يمرض الولد يبلش انفو يشر روني نوز او يسعل له كم ساله وبلش القريب عنده رشح خلال 4 ساعات، فأنت بتعطيه مثلا بختين هلأ، بعد ساعة وبعد ساعة وبعد ساعة، يعني 5 بخات، يعني خلال 4 ساعات تكون بخيته 10 بخات، خلص الولد مشي حاله، ما بقى إن شاء الله يتبهدل الوضع. وبتقيم وضعه تمام، خلاص ما بدي يروح على الدكتور، لا مو تمام بدي يروح على الدكتور. If Montelukast is being trialed, it too should be started as soon as he develops any signs of upper respiratory infection. هذا الوقائي، اسمه العلاج الوقائي. العلاج الوقائي بالمونتيلوكاست إذا كان من قبل مجربينه كان مفيد، كمان قبل ما يبلش يتعب وعند حدوث الأعراض التنفسية العلوية مباشرة تعطيه أول جرعة. هو هون بهذا العمر عمره 2 ما فينه يأخذ حب 4 ملغرام، يكون هذا على شكل بودرة، بتحلو البودرة بالحليب أو بالعصير وبتشربوا إياها. تمام زملاء. Key points: Wheeze can be divided into either episodic viral induced wheezing EVW or multiple trigger wheezing أو MTW اللي هو الوزيز لمؤرجات غير الفيروسية. يعني واحد الأول له علاقة بالفيروسات ورشح والقريب والنزدة والكود والكف، تاني ما له علاقة. Preschool wheeze doesn't usually respond or need prophylactic therapy. الأطفال قبل 6 سنين يعني مشان هيك نحن ما مشخص ربو بأعمار باكرة، غالبا الوزيز تبعهم ما بده علاج وقائي، لا بده كورتيزونات ولا مونتيلوكاست. Short trial of prophylactic inhaled corticosteroid or an oral leukotriene receptor antagonist may be considered in preschool children with severe or frequent episodes. ممكن السالبوتامول، عفوا، ممكن العلاج بالكورتيزونات الإنشاقية والليكو المونتيلوكاست الفموي تأخذهم بعين الحسبان وتعطيهم للولد أول ما يبلش صدره يخر نتيجة وجود الإنتان التنفسي العلوي، ما تستنى، ممكن تحطهم بين الحسبان خاصة إذا كان في تجربة سابقة ومستفيد عليهم. الأهل حالهم بقولك دكتور هذا أعطينا علاج وقائي المرة الماضية من 6 شهور والله استفاد، بلش فورا تعطيه. وبعض الأمهات بيكون عندهم بالبيت بيعطوه مباشرة.
الصوت واضح زملاء؟ نعم واضح واضح حكيم. طيب زملاء، هي الحالة تبع السؤال سبعة، هي الحالة هي حالة بصراحة خلينا نقول بروفيشنال، اسمه الطفل الوزاز. منضيف لها شغلة، في شيء اسمه هابي ويزر، الطفل الوزاز السعيد. هو يكون طفل عمره تقريبا 10 شهور للسنة، بجوز للسنتين. هو طفل طبوش وأموره حليوة، وزنه ما شاء الله منيح، يعني 75-90% وزنه على مخططات النمو، وبضل صدره بوزوز، بضل صدره بوزوز. فهذا كمان طفل وزاز، الصدر الوزاز بالعادة ما بيحتاج غير إرزاز سالبه حتى يتحسن، ممكن يتأخر شوي للتحسن، وهذا الشيء عادي ما ناخده يعني بشكل جدي كتير، لأنه هو غالبا الأهل بيعرفوا هذا الشيء ومشروح من هاي النقطة، وغالبا ما بيحتاج مشفى ولا بيحتاج يروح على المشفى ليأخذ له ويلقط له أنتان تنفسي. النقطة الثانية بهذا السؤال أو هي الحالة هو الوزيز. أنت هنا عم تتعامل مع وزيز، إما يكون بسبب فيروسي أنتان تنفسي علوي أو بسبب المؤرجات، أكل كبة مقلية، شم ريحة القلي بالبيت، شم ريحة العطر، صار في ريحة الطين مثلا، صار في ريحة العطر المنزلي، الأم نظفت البيت بماكينة مكنسة الكهرباء ل 2000 فولت وصوتها عالي كتير وبتشفط كتير وطلعت غبرة بالبيت، هدول كله أنت من ساعات ما بصير فوت على غرفة الولد وقائي بشكل أفضل. هدول اثنين الشغلات هن إذا حسنت تقاربهم وتراجع الحالة مرتين وثلاثة فينك تشرح للأهل بشكل كويس وتطمن أنه هذا مو ربو، لأن الأهل بس قلت لهم ربو فبصير عندهم نوع من أنواع الخوف والقلق أكثر، وممكن يقول لك والله هذا ربو طول حياته أو العمر 14 سنة ويبلشوا يدخلوا بمشكلة يعني قلق غير مبرر. فلازم تكون أنت بروفيشنال بإمكانية العزل بين هدول الطريقتين أو بين الربو وبين هذا التشخيص، مثل ما قال الدكتور في بداية الحالة أنه هاي الحالة ما بتتمشى absolutely certainly مع تشخيص الربو. شكرا لجميع الزملاء الأصغاء، إذا حدا عنده سؤال قبل ما نختم الجلسة. أقل عمر أقل عمر إيش؟ إذا سمعت سؤال صح، أقل عمر مؤكد لتشخيص الربو دكتور؟ لا المونتلوكاست نعطيه أقل عمر. دكتور في دراستين، دراسة الأمريكية هي بتقول السنة وفوق، عمر السنة وفوق، دراسة تانية بتقول عمر 6 شهور وفوق. الأزيترو حكيم، الأزيترو فينا نعطي إذا كان سؤال ديكي مؤكد مثلا وما عنده غير أزيترو فينك تعطي بالشهر الأول، ولكن يفضل تجنبه أول 6 شهور. إيه شو الصاد نعطيه من لحديث الولادة؟ يعني هيك إريثروميسين، إذا عنده سؤال ديكي إريثروميسين إريثرو. طيب بصير نعطي صادات بالبيت يعني عمر شهرين 3 شهور ولا ما بصير حكيم مثل أموكسيسيلين؟ لا تحت، نعم تحت 3 شهور، تحت 3 شهور إذا في إنتان معتبر وإنتان جدي هذا يعتبر تجرثم دم سبسز، ويفضل علاجه جهازيا وريديا في المشفى. إذا رفضوا الأهل بتوقعون على مسؤوليته ممكن يتعالج عضليا في البيت، مثل التهاب أذن وسطى مع سيلان قيحي من الأذن بعمر الشهر، هذا سبسز، هذا مؤهب للسحايا منينجايتس، ما بصيروا على الورد على البيت. والله تعطيه مكسلين تقول روح على البيت، لا يفضل ما يروح، ولو تحطه عندك يوم يومين لو كان عندك زرع دم أو زرع تأخذ هاي سائل قيحة بطلع من الأذن وتعمل له زرع وتحسس شوف شو الصاد النوعي وشو الفوعة أفضل. أما والله طالع والنزلة تروح تقول له خذ إبرة الرصيف عمره شهر، طبعا الرصيف تحت 3 شهور لا تعطيه، بيتداخل مع انزيمات كبديه وبيعمل ركود صفراويه وبيعمل مشاكل كبديه. فخليك على السيفوتاكسيم، السيفوتاكسيم 3 مرات باليوم يعني مشفى. ممكن مثلا بعض الحالات انتانات الجلديه البسيطه، مثلا انتان جرح بسيط، رد بسيط، مثلا انتان ظفر بسيط، يعني التهاب سره بسيط، حتى التهاب السره يعالج جهازيا، ممكن اذا كان عمره مثلا اكثر من اسبوع والتهاب سره بسيط تعطيه أموكسيسيلين على البيت ممكن يعني. لكن لا يفضل على الطالعه والنازله تعطي صادات للولد. أعطاء الصادات في السنة الأولى من العمر بدون مبرر يترافق مستقبلاً بعد عمر 20-40 سنة مع زيادة نسبة سرطان الكولون. وغالباً لما بتعطي صادات بعمر تحت السنة حاول لما يرجعوا الأهل عندك مراجعة تعطيهم أو بنفس الوقت أو بالمراجعة البكتيريا النافعة اللي هي بيفيدوبكتيريا البروبيوتيك.
يعني بياخذ له 5 نقاط مره باليوم لمده شهر اذا كان عمره تحت السنه، اذا عمره فوق السنه مثلا مرتين باليوم او 10 نقاط. هاي اللي تحاول ترجع تضبط النبيت المعوي، الفلورا الطبيعيه المعويه. دكتور، هل الحالة السابقة استطباب للقبول في المشفى؟ وإذا لا، شو هي استطبابات القبول لمثل هيك حالة؟ نعم دكتور، الحالة الموجودة يعني هي ليست حالة استطباب قبول في المشفى، لأن هذا أنت مجرد ما تعمله إرزاز سالبه وترجع تقيمه بعد نص ساعة ساعة بتلاقي أنه تحسن الطفل كتير، أكسجته ترتفع من 94 إلى 98 غالباً، ونبضه ممكن ينزل ل 120 100، حرارة ما عنده، والنفس بينزل تحت ال 40 تحت ال 35. استطباب القبول، انت دكتور عملت له ارزاز، عملت له اكسجين، عملت له سالب، عملت له اتروبيت وما تحسن، خلص ما تحسن، ما في مزح، ما في مناوره، فورا قبول في المشفى. تبلش بتدبير الحاله كحاله هجمه قصور تنفسي وشيك. لكن من التجربة السريرية والمراجع العلمية بتقول هدول الأطفال أنت أول ما يجوا عندك بتحطهم على الأكسجين 15 لتر بالدقيقة، بتعملوا مباشرة إرزاز سالب وشغلة ربع ساعة نص ساعة، وبترجع بتريحه شوي 10 دقائق وبتقيم وضعه موصول على المونيتور، بتلاقي فعلا في فرق واضح، تحسن الولد من السماء للأرض ما بقوله فرق، يعني most likely لأني ما في أرضية أنتانية شديدة، يعني ما في هذا أنتان تنفسي upper respiratory tract infection. الله يعافيك. الله يعافيك. هذا عند السؤال زملاء. تفضل. على القصور التنفسي إذا في مجال. نعم، القصور التنفسي هو حقيقة تشخيصه الأساسي يبدأ سريريا ومخبريا. سريريا مثل ما شفتوا بالحالات اللي شفناها، استخدام العضلات المساعدة، عدم المقدرة على الكلام، الزرقة المركزية، السحب فوق القص وتحت الأضلاع وبين الأضلاع، فهذا الطفل ما بتحسن على الأكسجين، الأكسجين ساتوريشن تحت الـ 94 تحت 92، بتعمل غازات دم شريانية، بتلاقي عنده حماض تنفسي متمثل على شكل pH أكثر من 7.45 وغالبا بيكون 7.60 55-60، وبيكون PCO2 أكثر من 60. هدول الشغلتين الاساسيات مطلع عليهم، والاو 2 بي او 2 ضغط الجزء الاكسجين بينزل تحت ال 40 50. فانت شفت هدول الشغلات بغازات الدم وشغلات سريه، هذا قصور تنفسي قد يحتاج الى ريسبيراتوري سبورت، دعم تنفسي. الدعم التنفسي كثير ضروري بهي الحاله. ممكن يحتاج سباب، ممكن يحتاج جهاز تنفس صناعي، ممكن عيد الغازات بعد ساعة، وممكن نشيك حسب القيم بتطلع معنا. نعم تفضل دكتور. والأعمار الأكبر؟ الأعمار الأكبر يعني ايش قد الأعمار قصدكم دكتورة؟ يعني أكثر من 6 سنين فوق عمر المدرسة. نعم، من 6 سنين ل 12 سنة و 13 سنة أعراض مشابهة تقريبا، يعني سريريا يكون متشابه، حتى غازات دم تكاد تكون متشابهة، يعني نفس التظاهرات. ممكن كان مثلا يتظاهر على سيمي كوما، التخليط الذهني، الكونفيوجن، اضطراب الرؤية البصرية، اضطراب السمع يترافق معه نتيجة نقص التروية الدماغية ونقص الأكسجة النسيجية تيشو هايبو أكسجينيشن. دكتور، يعني نحن لأي عمر فينا نقول إنه بيستمر التهاب القصيبات الشعرية؟ غالباً تحت السنتين. في حالات نادرة، حالات نادرة الطفل كان عمره تقريباً سنة ونص وأمه صار في عندها أعراض مشابهة، فطلبنا له PCR، فطلعت الأم مصابة بالRSV والولد مصاب بالRSV، التهاب قصيبات شعرية عن الطرفين. طبعا الام تعبت كثير، اصابه الار اس في للبالغين جدا خطيره، يعني ممكن احتاجت الام للسباب ودعم تنفسي، شده تنفسيه كثيره، انقطع نفس الام وصار زرقاء.
في سؤال زملاء كمان؟ الصوت واضح؟ حكيم الصوت واضح، الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم زملاء. إذا نوقف عند هالنقطة هاي ونلتقي إن شاء الله في الجلسة القادمة. كمان بدي الفيدباك تبعكم إنه طريقة عرض الحالات بالإنجليش حتى تطلعوا على المصطلحات الإنجليزية ونقاربها وترجمتها بالعربي. بتريدوا أترجم من العربي؟ بتريدوا بس تحكي بالإنجليزي؟ لا أحكي من ترجم من العربي، بركي شوي شوي متعود. تمام. بصير كله بالإنجليزي. هل الطريقة الحالية جيدة؟ عم تشوفوا في فائدة بالنسبة لكم؟ هل مقاربة الحالات هي عم تشوفوا في فائدة بالنسبة لكم؟ إيه حكي مع بترسخ الحالة أكثر عنا، والمقاربات كتير بتفيدنا. ممتاز، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي. ممكن يكون الأسبوع القادم يوم الأربعاء مثلا مساء، أو مثلا الأربعاء مثلا خلينا نقول يعني الساعة 3 إذا ما عندكم شيء. والله حكي أوقات الأربعاء بيكون عندنا محاضرة، بس أي ساعة بالضبط؟ يعني مثلا الساعة 3 الظهر مثلا 3 العصر. حكيم أنا ما عندي مشكلة، نشوف بقية الزملاء. طيب أوكي، شوفوا الموضوع، إذا ما في مجال ممكن نعملها مثلا مساء أو 3 مثلا كمان الساعة 3 الظهر. نشوف إن شاء الله. الله يجزيك الخير يا رب. طيب وإياكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الدائم للجميع. شكر الله لكم إصغاءكم. نستودعكم الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.